اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل ايه موضوعنا الشيق عن الترانزنت اسكيميك اتاكس، وبنقول بعض الادفانسد نوتس اللطيفه اللي هي زي ان دلوقتي عندنا دايركت ثرومبين انهيبيتورز زي ايه الدابيجاترون، اند دايركت فاكتور 10 انهيبيتورز زي الابيكسابان والريفاروكسابان هاف بين ابروفد. دي حته مهمه جدا، ايه as alternative treatments للوارفرين. الوارفرين له بعض المشاكل وكذا، فوجود alternatives سواء direct thrombin inhibitor اللي هو ايه الدابيجاتران، او direct factor 10 inhibitors المجموعه الايه الابيكسابان والريفاروكسابان، دول ممكن يبقوا alternative جيدين للوارفرين في الستروك بريفنشن في حالات الايه اف. الايه اف ده كومن جدا، وموضوع اللي وفي الالدر اللي ساعات يحصل بدون سبب، وطبعا اسبابه متنوعه كثيره، السيفير هايبرتنشن، اترال فايبريليشن، ميترال استينوزس الى اخره. لكن مهم قوي نعرف انه لو في اي مشكله مع الوارفرين ممكن الدابيجاتران ده او الابيكسابان او ريفاروكسابان يبقوا الترناتيف جيدين تو بريفنت الستروك في عيانين الاتريال فايبريليشن. في نقطة تانية حبيت أقولها لكم يا شيقة جدا. يجي لك عيان العيادة أو يجي لك عيان العيادة ويقول لك والله يا دكتورة يا دكتورة أنا كل ما أعمل مجهود بإيدي بيجي لي أعراض غريبة كده، في يجي لي فجأة أبقى مش عارف أتكلم، الأكل يقف في بقي يرتجع، بحس بإحساس فوميتينج، حاجات غريبه جدا، اعراض نيورولوجيكال كده غريبه ماشيه مع فيرتيبرو بازلر انسفيشنسي، بيروحوا يشوفوها مع ايه حركه الايد. يعني كتير قوي يقول لك الراجل ده بيقول اي كلام ولا ايه، دخل حركه ايده بان هو جيله اعراض سيريبرال انسفيشنسي ترانزيانت كده. ابدا، هو الموضوع حاجه اسمها سبكليفيان ستيل سندروم. ستيل يعني سرقه. يجي واحد السبكليفيان ارتري اهو شايفينه مسدود اهو، فكل البلاد فلو ماشي زي الفل، رايح من هنا مشغل الكولاترالز مفتحه ومشي الامر، بس متلصم يعني، ولان في واحد مسدود اهو خالص او ضعيف جدا الفلو فيه. فايه اللي يحصل الشخص ده لما يجي السبكليفيال ارتري مسدود والبلاد فلو واصل برين من الناحيه الثانيه بس؟ ايه اللي حاصل لو يبدا يحرك ايده يسحب البلاد فلو دهوت؟ فاصلا هي الكميه يعني ايه اللي ماشيه في ناحيه واحده مكفيه ماشيه بالعافيه، فلما انا اسحب بلاد فلو تحت في البريكيال سيستم هيروح مسحوب من هنا، وفجاه البلاد فلو للبرين يبدا يقل، يجي له ايه مانيفيستيشنز اوف فيرتيبرو بازل اللي هو طالع من السيستم ده، الفيرتيبرو بازل ارتري اهو انسفيشنسي. فانا احرك ايدي، العيان يحرك ايده يسحب البلاد فلو هنا، يقوم يقل من الناحيه دي، يقل في الفيرتبرال ارتري، يجي له اعراض فيرتبرال انسفيشنسي ترانزيانت مع حركه الايد. دي بتحصل لما في ثرومبس سد ايه السب كليفيان ارتري بدرجه عاليه. وبنتشخصها ازاي؟ ان اول نقيس البلاد بريشر في الناحيتين الليفت ارم والرايت ارم، هتلاقي مثلا الليفت ارم واحده فارق بينهم جامد جدا جدا، وبرده البلس في واحده اقل من ايه الثانيه. فيبقى انا عندي سهل قوي كلينيكالي، طب يا عم انت بدل ما اقول انك بتالف اقوم اقيس لك الضغط هنا وهنا واشوف البالس هنا وهنا مع بعض واشوف واحده اضعف من الثانيه، البلاد بريشر في واحده اقل من الثانيه، زائد الاعراض اللي قلناها ابر اكستريميتي كلوديكيشن، واحد بيحرك ايده بيجي له اعراض نيورولوجيكال. يعني كلوديكيشن دي خدناها كذا حاجه مع الاثيروسكلروز وانترميتنت كلوديكيشن في الكالف ماسلز، ودي upper hand claudication بيحرك ايده يجي له اعراض cerebral insufficiency ده subclavian steel syndrome، والجو claudication لما يجي يمضغ يبدا يتعب ومش قادر، ده مع temporal arthritis اللي مديه ايه المسلز اللي هنا، خدناها في الروماتولوجي انا بس بجمعها لكم مش اكتر. ف upper extremity claudication دي feature خاصه للفيرتبرو بسبب subclavian steel A syndrome. العلاج بتاعها هيكون ايه يعني؟ سيرجيكال ايه باي باس طبعا للثرومبس اللي موجوده في السب كليفيان ايه ارتري. في برضه قاعده مهمه، احنا اتفقنا ان الكاروتيد انسفيشنسي او اللي هي مشهوره جدا كتير منها بسبب ايه؟ اوبستراكشن هنا بثرومبس سده اكتر، لو زادت عن 70% بقت ايه سيريس جدا، وانديكيشن على طول ان يتعمل كاروتيد اند ارتريكتومي ايه اللي شرحناه. فلازم نبقى عارفين اذا حصل الكاروتيد ستينوز بسبب ثرومبس اكتر من 70%
ها ساعتها بقى الحاله دي ملهاش حل، اصل اكتر من كده هتبدا ايه تقفل خالص ويحصل ممكن ستروك المره الجايه. فلازم ايه نشيل الايه الثرومبس بعمليه الكاروتيد ايه اند ارتريكتمي لو زاد درجه الاستيروز عن 70%. بنعمل الكاروتيد دوبلر وتشوف النتائج، لو اكتر من 70% اوبستراكشن على طول العيان ايه يتحول ليه حد يعمل له ايه البروسيس بتاعه الايه الكاروتيد اند ارتريكتمي، ات كان كومبليتلي تشينج الفيوتشر بتاع العيان ده تماما. يعني في نوت مهمه برضو حبيت اقولها لكم، الاخت الكريمه دي شايفين عماله ايه تشيب كوكايين، ليه انا بس جايب الصوره دي عشان افكركم بيها؟ لان الكوكايين از وان اوف ذا مين كوز اوف ستروك في اليونج بيشنتس. احنا كل عمرنا بنشوف الاستروك دي اولد، عيان اولد وجاله ستروك، عيان مش عارف اولد وجاله ستروك، هي دي القصه ماشي. لما يجي لي بقى واحده شابه صغيره زي الورد، ولا واحد شاب ما شاء الله زي الفل وصغير وجاي له ستروك، مخي يروح على احتمالات اخرى، ومنها بالذات في اليونج جينيريشن دول ها ممكن تبقى مثلا بولي ارترايتس ايه عملت لها حاجه، ده ممكن اه، ولكن في اليونج جينيريشن لازم اضع اعتبارات الكوكايين ادكشن ده بيعمل فازو سبازم جامد قوي، وبيعمل ستروكس، يعمل انترا سيربرال هيموريج، يعمل اسكيميك ستروكس، ويعمل سب اراكنويد هيموريج، ويعمل ايه اعراض نيورولوجيكال مانيفيستيشنز ممكن تبقى تي اي اي مره، ممكن ستروك المره اللي بعدها. فكونسبت ان عيان او عيانه يونج جينيريشن ودخل في ستروك ما تتعداش بسلاسه، اوكي؟ يعني دايما العيانين اليونج لما يجي لهم نيورولوجيكال سيمتومز عامه بنفكر في ديسيمينيتد سكليروسس، مهم جدا ها نفكر في كوكايين ودراج اديكشن، لان ده حاجه ممكن اقدر ايه امنع مصيبه للشاب او الشابه دول ان هم يكملوا في الطريق ده ويتدمروا بستروك المره الجايه. فمهم جدا في اي يونج بيشنت نفكر في احتمالات الايه الكوكايين توكسيستي، ان ممكن تعمل سيريبرال فازو سباز وتعمل تي اي ايز وستروك وساعات سيريبرال هيموريج وكوارث في البرين. فمهم قوي اي حاجه كده في السن الصغير افكر في احتمالات كوكايين ايه ابيوز للدراجز. والى اللقاء مع الليكتشرز الجايه باذن الله، شكرا جزيلا.